الإنسانية اللي عندها علاقة ببرامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب هذا مهم جدا. هذا من بين العناصر الإيجابية ديال المرحلة الثالثة، وهو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا فيه 9 مليون تقريبا و 880,000، هذا مهم جدا. كاين كذلك البرنامج الأخير هو الدفع بالأجيال الصاعدة، البرنامج تاع الأجيال الصاعدة اللي فيه 2 مليون، 2.2 مليون ديال الذهب. هذا باختصار المبلغ الإجمالي اللي مخصص للمرحلة الثالثة اللي فيه 26.4 مليون ديال الذهب. إذا هادو هما الاقتراحات اللي جاو باسخين من اللجان المحلية. كما كتشوفوا ركزنا بزاف على الشباب وحاولنا انه نكتش البناء، يعني البناء كما كتعرفوا واحد العدد ديال المشاريع اللي راه مبنيه، ولكن مازال اما مساكن التشكيل ومساكن الوراء، ولكن البناء كذلك على قضيه ديال ليزاجيير، ولا كذلك على دعم الشباب. الشباب راه خدم مقاولات صغرى ديال الشباب، هذا هو الهاجس الكبير للمرحله الثالثه. هادو هما تقريبا عطينا واحد الدعم لواحد العدد ديال الجمعيات اللي يستحقوا اللي عندهم مشاكل يحاولوا انهم يقاوموا بما تعلموها. نتمنى ان الجمعيات اللي عطينا لهم دعم حضاري، ما كاينش هادي محاضرة. ها؟ كيفاش عندها الدعم؟ لا وين لا مسجد تنصرف هو ها؟ 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 ها؟